مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات للكويت مثل ما وعدناكم. الإعلامية المميزة دينا يحيى من مصر نورتنا اليوم في ليلة الكويت. مساء الخير. أهلا بك. مساء النور. أهلا. مساء الخير دينا، وسعداء بوجودك معنا. أنا سعيدة بوجودي معكم. وش رأيك بالأغنية؟ تحفة. تفكرك كده بشط اسكندرية؟ طبعا، عشان أنا اسكندرانية الأصل، فأنا بحب الأغنية دي جدا. يعطيك العافية وشكرا لوجودك معنا. وعايزين نتكلم شوية عن وجودك في الملتقى الإعلامي وشلون، يعني هذه أول زيارة لك للكويت؟ أول زيارة للكويت وأول مرة بكون موجودة في الملتقى. وشلون لقيتي الملتقى؟ الملتقى حاجة حلوة جدا، لأن أنا شفت ناس الحقيقة عشان تشوفيهم لازم تسافري ولازم تحضري مؤتمرات وملتقيات كتير. التقيت بزملاء كتير على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الصحفي كمان، فبالنسبة لي كانت تجربة مهمة قوي. وقد ايه مهم ان الإعلاميين يلتقون مع بعض، يعني يكون في مثلا لقاءات من هالنوع؟ مهم جدا، لان في كل وطن عربي الإعلام ليه طريقة، ليه شكل. حتى الإعلاميين نفسهم طريقة تقديمهم والصحفيين طريقة كتابتهم بتختلف من بلد للتانية. فمهم ان احنا نقعد مع بعض، ان احنا نشوف بعض في الملتقيات، ان احنا كمان نعرف وجهات النظر المختلفة في السياسة اللي بتحصل في كل بلد كمان. حلو، ممتاز. انا دائما احضر الايفنتات مثلا او الملتقيات العربية، خاصة مالت الإعلام. دائما اشوف الإعلاميين، تلقين مثلا شخص انا اعرفه لكن ما اعرفه الا في التلفزيون. صحيح. فبعد ما التقي معاه يصير بيني وبينه يمكن حتى شغل. يعني هذه الشغلة انت تؤمنين فيها؟ طبعا بتحصل كتير. تتواصلين مثلا مع شخص، مع الإعلامي مثلا من بلد ثاني، في حد ممكن تبقى بتكلمه فترة كبيرة بحكم الشغل وانت مش عارف شكله ايه، بس لما بتشوفه في ملتقى او في ندوة او في مؤتمر الوضع بيبقى مختلف تماما. فدي فايدة الملتقيات، ان احنا الناس اللي بنكلمهم بس عن طريق التليفون او بنقرأ لهم بس او بنشوفهم بس على الشاشات، ان احنا كمان نشوفهم على الحقيقة ونتكلم معاهم ونشوف وجهات نظرهم. صح، ممتاز ممتاز. طيب انت الحين في قناة المحور، عايزين نتعرف على طبيعة البرامج اللي انت بتقدميها وبتحبيها. طيب خليني أتكلم عن البرنامج القادم إن شاء الله، وهو برنامج أنا عربي. أنا عربي. يعني ما نزل هوا لسه ولا نزل؟ لا، بعد رمضان إن شاء الله. لسه، يعني هذا حصري. هذا خبر حصري. بعد رمضان إن شاء الله. هو برنامج بيكلم الشأن العربي، مهتم بالقضايا العربية كلها. مفروض إن إحنا حنسافر كل البلاد العربية، حنلتقي بمسؤولين في الوطن العربي، شخصيات مؤثرة في الوطن العربي، قصص مختلفة في بعض الدول اللي ممكن تكون بتشهد بعض الصراعات، وإحنا مش بنشوف على الشاشة غير صور الدم والحروب كل الحاجات دي إحنا مش بنشوفها، بس يعني بنشوفها في الأخبار، ولكن ما نعرفش ما وراء الصور دي في إيه. فدي الرسالة اللي إحنا عايزين نعملها في أنا عربي. ما هو شوفي، كلمة أنا عربي تحتها 1000 خط. صحيح. يعني إحنا بنعرف ليش اخترتوا هذا الاسم، معناته هذا الاسم في وراء أبواب كثيرة، فلما نتكلم عنه أكثر وتفصل ليش اخترتوا هذا الاسم ويشمل إيش؟ علشان إحنا في الوطن العربي عددنا، بنتكلم في عدد تقريبي عشان ما أقولش عدد، إحنا بنتكلم 300 مليون عربي تقريبا. صح. يعني تقريبا كلنا، كل واحد ما بيكلمش على فكرة العروبة، أو ما بيكلمش عن فكرة أنا عربي، أنا مصري، أنا كويتي، أنا سعودي، كل واحد بيكلم على جنسيته. ولكن أن أنت تتكلم أنا عربي، أن أنت تحس بالمعاناة اللي في سوريا، أن أنت تحس بالفلسطينيين، أن أنت تحس باللي بيحصل في اليمن، أن كلنا نحس بكل اللي حوالينا، دي جايز مش موجودة، لأن كل واحد فينا عنده اللي بيجبره في بلده. يلا أنا يوصل نفسه. فمهم أن احنا كمان نحس باللي حوالينا، مهم أن احنا نعرف الناس اللي في الدول العربية التانية تحديدا اللي فيها مشاكل دلوقتي سياسية، الناس هناك عاملة ازاي، نبقى معاهم، نكون على الأقل بنشاركهم في ده عن طريق وسائل الإعلام، أو عن طريق أن احنا نسلط الضوء على بعض المشاكل اللي احنا مش شايفينها. احنا شايفين بس عبارة عن أخبار، شايفين دماء، شايفين جثث، مش شايفين أكثر من كده، لكن الشعب نفسه عايش ازاي ده احنا مش عارفينه. فده مهم أن احنا نعرف. يعني في البرنامج هتبعدي شوية عن الأمور المأساوية اللي قاعدين نشوفها يوميا في الأخبار؟ بصي، هحاول طبعا، ده اكيد، وده اللي انا عايز اعمله، وده اللي احنا عايزين نعمله فعلا في انا عربي. بس في حاجات بتفرض عليكي نوعا ما تطلع. ان لازم تطلع، ولكن بصفه عامه احنا هنحاول ان ده ما يكونش موجود. زين، هذا البرنامج راح نعرض على قناه المحور ان شاء الله. دينا، انت بدايتك في قناه العرب الام بي سي، صح؟ زين، خلينا نتكلم عن اهميه القناه اليوم. قناه الام بي سي قناه عربيه مشاهدينها عرب، وقناة المحور أيضا لها متابعين لكن الأغلب مصريين. كل من على الاختلاف اليوم وأهمية القناة للمذيع؟ الاختلاف لازم يكون موجود، يعني لازم أعتقد أن الإعلامي يمر بكل التجارب، يشتغل في قناة عربية، قناة تانية موجهة فقط لبلده. صح. ده مهم جدا.
القناتين الحقيقة أنا أخذت خبرة من دي وأخذت خبرة من دي. طبعا فترة الام بي سي فترة أنا ما انساهاش في حياتي، لأن أنا تعلمت على إيد أساتذة كبار جدا في الام بي سي. ولكن المحور برضو أنا الحقيقة لما اشتغلت فيها دي كانت التحول الحقيقة، لأن أنا بعد كده في المحور بدأت أقدم برامج سياسية. المحور بالنسبة لي كانت تجربة مختلفة، لأن لقيت فيها دعم كبير، لقيت فيها كمان فكرة أن أنت لو عندك فكرة معينة ممكن أن أنت تعمليها وتنفذيها. يعني مش مجرد أن أنا عندي خريطة برامج وبسكن فيها الموظفين أو عفواً المذيعين، لا، أنا ممكن أقدم فكرة، ممكن أقول أن أنا عايزة أطور حاجة، ممكن أقترح شيء معين. فالحقيقة يعني ساعة الصدر من الإدارة، من الناس اللي موجودة، مش أنا لوحدي، خلت الحقيقة الناس كلها عندهم القدرة أن هم يقدموا شيء جديد، أن كل واحد عنده حاجة، مش فقط أنه قاعد في برنامجه، لا، ممكن يعمل حاجة مختلفة. هو الحلو بالموضوع أن متابعينك اللي كانوا في تابعونك في ام بي سي أعتقد هم تابعوك أيضا في المحور، أعتقد، أتمنى. حلو، بالعكس، أتمنى. ممتاز. طيب يعني إحنا قاعدين نشوف الإعلاميين بمصر ما شاء الله أسماء كبيرة وهم كثر، لكن دائما يعني من قناة الثانية، النهاردة هنا بكرة هنا بكرة هناك، يعني ما في ثبات على قناة واحدة. هذا إيش كثر ممكن يفيد أو يضر الإعلامي؟ إن هو يتنقل ما بين القنوات؟ بين القنوات، هو ده لازم، وبيتنقل مع برنامجه. يعني عارفه شلون، نفس الصوره البرنامج يطلع فيها بس في قناه ثانيه. شوفي، هو مش كل الناس، انا جايز عارفه يعني انت تقصدي مين، بس مش كل الناس بتعمل كده. وفي ناس بتبقى متمسكه جدا بالبرنامج بتاعها لدرجه ان لو جالها عرض تاني افضل فخلاص ده البيبي بتاعها، خلاص هي عايزه تكون في البرنامج ده، فبالتالي انا يعني عندي اوفر احسن، هروح في قناه ثانيه بس مع برنامجي اللي انا عامله او اللي انا شايفه ان هو كويس. وبعدين هي وجهه نظر في الاول وفي الاخر يعني. بس يمكن القناه الثانيه ما تبي البرنامج هذا، ممكن تبي تعطيك برنامج مختلف في صيغه ثانيه، هل تقبلين في هذا الوقت او لا؟ على حسب، ما كل حاجه، كل احنا في مصر بنقول كل وقت ليه ادانه، يعني على حسب يعني العرض الثاني او البرنامج الثاني افضل لي ولا لا. ما هو ممكن ان احنا نوصل لحل وسط وممكن ما نوصلش، فانا تمسك خلاص ببرنامجي وبالقناه اللي انا شغاله فيها. فده بيكون على حسب الموقف نفسه. طيب نتكلم عن طبيعة البرامج، يعني لما تتكلمي عن برامج سياسية غير لما تتكلمي مع جمهور منوعات أو تتكلمي مع جمهور يعني مهتم أكثر بالقضايا الاجتماعية. هني شخصية المذيع يعني على الشاشة لازم تتغير ولا هو نفسه؟ هي لازم تتغير، أنا أعتقد أنها لازم تتغير. جايز أنا ما كان ليش الحظ أن أنا أقدم منوعات قبل كده، حتى القضايا الاجتماعية اللي كنت بقدمها كان فيها نوع من الدراما شوية، فبالتالي ما حسيتش أن في منوعات في حياتي كلها طول شغلي في الإعلام. بس بحاول أن يعني مش شرط أن برنامج سياسي أن الواحد يبقى طول الوقت خلاص يعني مكشر يعني بيبص في الشاشة، لا. يعني أنا أعتقد أن برامج سياسية دلوقتي ممكن تعرض الخبر، أكيد أن في بعض الأخبار اللي بتفرض علينا أن احنا نكون لينا شكل معين ولينا ردود أفعال معينة، بس في نفس الوقت في بعض المواضيع السياسية اللي ممكن جدا أن هي تعرض بطريقة عادية، يعني مش بطريقة خفيفة، مش بطريقة المنوعات لأن ما ينفعش، بس ممكن تعرض بطريقة وسط يعني ما بين الاثنين. أنت شلون مثلا، زي مثلا تعرفي أن أصداء البرنامج اللي أنت تقدمتي هل هو جيد، أصداء البرنامج مثلا قدمتي هل هو سيء، مثال يعني، وشلون تتواصل مثلا مع الجمهور مالك؟ أنا أعتقد أن السوشيال ميديا دلوقتي هي اللي بقت تعمل الدور ده، يعني السوشيال ميديا، المقاطع، هي دي بقت من الحاجات اللي بتقيس رأي الجمهور، هي دي اللي بقت اللي بتوريك إذا كانت الناس بتتفرج ولا لا. أعتقد أن السوشيال ميديا هي اللي بتقوم بالدور ده دلوقتي. يعني أنا مش مقتنعة بفكرة التوب 10 الريتنج، أنا بصراحة بصفة شخصية مش مقتنعة بيها، لأن يعني نسبة مش الفشل بس نسبة ان هي ما تبقاش فيها دقة 100% كبيرة جدا جدا، لان دي اجهزة وفي الاول في الاخر يعني نسبة الخطأ واردة، فانا مش مقتنع بيها. بس السوشيال ميديا انت بتتفاعل مع الناس، بتشوف ردود الفعل بتاعهم، بتشوف كم واحد بيعمل لايك، كم واحد بيهاجم، فاكيد السوشيال ميديا مشكلة اللي هاجم، احنا نتكلم بعد مشكلة يهاجم، في ناس تهاجم يعني من غير هدف كده، بس الكلام بقى اللي بيحكم، يعني انت بتشوف هو بيقول ايه، هل هو بيهاجم لمجرد الهجوم، هل هو حد حطه مثلا عشان يهاجمك فقط، فالكلام اكيد بيبين. هو الكلام بالنسبه لي انا يعني اكلمك انا شخصيا، لو تكرر معناته انه
في انا عندي هذه المشكله لو صحيح. تكرر صح بس من اشخاص مختلفين طبعا مو من نفس الشخص لو تكرر اكيد من اشخاص مختلفين راح يكون هذا الشيء واضح ممتاز زين ما محبه تقدمين مثلا برامج اللي هي خلينا نقول برامج الجيم شو ما حد عرب عليك مثلا برنامج يعني نقله كبيره نقله كبيره على برامج ما هي قاعد تقولك على برامج تو تقول لك قتل ما قتل خلينا ما جربت المنوعات هالمره تبي مسابقات على طول جرب مسابقات ولا ايه رايك يعني انا ممكن افكر في موضوع المنوعات بس موضوع الجيمز دي صعبه مش حاضر يعني مش انا مش هحس ان انا يعني مش شخصيتي شويه اذا ايش رايك نطلع من شخصيه الاعلاميه ونروح لدينا الانسانه نتعرف شويه على الامور اللي تحبينها عرفنا انك بتحبي ركوب الخيل من هواياتك كلميني عن هواياتك اللي يعني بتمارسينها بصوره دائمه أنا بحب الخيل جدا بصفة عامة بحب الكائن ده بحب الحصان نفسه يعني بعشق الكائن ده لما بشوفه بالنسبة لي أنا بكون سعيدة جدا وده اللي خلاني أتعلم ركوب الخيل أنا جايز مش بروفيشنال قوي في ركوب الخيل بس بحاول يعني بقدر الإمكان يعني. عادة في بنات يعني خافون يعني جدا من حصان الكبرى ما تقربش منه أصلا لا أنا بخاف بس هي الفكرة إن الخوف المشروع يعني في ابطال دوليين وقعوا من على الخيول وحصل لهم مشاكل كبيره زين انت بتتمشي فيه كده ولا بتجري فيه لا بحاول كده وكده يعني حسب الظروف زين رياضات ثانيه احنا تكلمنا قبل هوا تكلمنا قلتي ان تلعبين بلعب كيك بوكسنج كيك بوكسنج حلو يعني وصلتي فيها مراحل يا مجالك وصلتي فيها بمراحل ولا بس كده لا بما ان انت بطل في اللعبه دي فانا مش هقدر اقول ان انا وصلت لاي مرحله الحقيقه انا جنبك ما وصلتش لاي مراحل الله يسلمك زين دينا يعني نتكلم شوية عن مصر اللي يميزها إن ما شاء الله يعني جمهورها عاطفي جدا وبيتفاعل مع أي شيء يعني اللي يلمس إحساسه يتعرض بالتلفزيون تلاقينا يعني بقلبه وروحه بيتفاعل مع القصة اللي تعرضونها هذا الشيء إيش كثر يعني يعطي الإعلامي قدرة على إنه يتحكم أو يوجه الجمهور فكرة إن الجمهور يكون حساس أو عنده يعني تلعبوا كده على مشاعر الجمهور لا إحنا ما بنلعبش على مشاعر الجمهور باحترافية لا بالعكس لا هقولك على حاجة فعلا إحنا المصري بصفة عامة أو الشعب المصري وعلى فكرة أنا أعتقد الشعب العربي مش المصري بس عندهم حتة الحساسية دي يعني لما بيشوفوا أي حاجة على التلفزيون فيها أي دمار أي حرب أي دم أي جثث كل الناس بتتأثر في ناس فعلا دي حقيقة بتلعب على مشاعر الناس في ناس بتزود في ده لما تشوف حاجة مأساوية أو دراما بزيد. بتزود فيه هتزود نسبة المشاهدة على اليوتيوب على وسائل التواصل الاجتماعي هتعمل نفسها شهرة أكتر في ناس بتعمل ده وفي ناس ما بتعملوش بس ليش دينا صار احنا كعرب أنا أتكلم صراحة يعني صرنا نشوف هذا الشيء يعني في سابق كنا نشوفه لو نشوف منظر طفل مثلا مقتول نتضايق جدا يمكن تمسك معنا ضيقة يومين ثلاثة لكن الآن صار من كثر اللي بيحصل في الوطن العربي ده حقيقي هذا غلط هذا حقيقي مش بس غلط. من كثر اللي بيحصل في الوطن العربي من كثر ما الشاشات الاخباريه بقت بتعرض في صور الحاجات دي ايه الجثث والدم والدمار اللي موجود في الدول العربيه بدون استحياء بطريقه فجأة وطريقه غير طبيعيه تشوف كذا وتقلب وحتقلب على قناه ثانيه حتلاقي ده برضه مهمه انه يعني في مشاهد ومناظر ما كانت تطلع على التلفزيون الحين صارت تعرض ما هو ده اللي احنا بنقول عليه مش اعلام ومش مهنية ان انت علشان تاخدي نسبة مشاهدة تعرضي صورة جثة لطفل حصل له اي حاجة في اي بلد عربية عشان نسبة مشاهدة القناة تفكر بهذا الموضوع يعني والله ما 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 ماني عارف ليش يصير هذا احنا على العموم دينا سعدنا جدا بوجودك بالكويت وان شاء الله تكون تبسطتي ويعني نبي زيارات ثانيه باذن الله لان انت تفسحتي في الكويت ولا لا ولا عملت اي حاجه خلاص طلعي مع غاده عاد الامتى نطلع نتغدى خلاص ان شاء الله انا اللي تشرفت بيكم جدا ومبسوطه ان انا موجوده في واحد البرامج المميزه جدا في تلفزيون الكويت ليالي الكويت ومع اعلاميين متميزين زيكم حياك الله وشكرا لكم مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا الليله يا رب تكونوا استمتعتوا استمتعتوا معنا بكل الفقرات واللقاءات اللي سويناها ونرجع نشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية مع السلامة